قد حصلت إدارة الأرصاد الجوية على شهادة الأيزو العالمية لمعايير نظم إدارة الجودة، وقد حصلت على شهادة العالمية للجودة أيزو الخاصة بها عام 2013، واستمرت منذ ذلك الوقت إلى الوقت الحالي. وللحديث أكثر حول هذا الموضوع يسعدنا أن يكون معنا عبر الطرف الآخر من الهاتف المهندس صلاح عبد الكريم الأنصاري، مراقب الاتصالات والمعلومات ورئيس لجنة الجودة بإدارة الأرصاد الجوية في الإدارة العامة للطيران المدني. حياك الله معنا في برنامج مساء الخير كويت. الله يحييك ومساكم الله بالخير ومشكورين على الاستضافة. حياك الله معنا، وبداية نبارك لكم حصولكم على شهادة الأيزو العالمية لمعايير نظم إدارة الجودة 2015، ولو تكلمنا حول حصول إدارة الأرصاد الجوية على شهادة الأيزو العالمية. الله يبارك فيك اختي مشاعل، وبما أن الحصول على شهادة الأيزو يعد متطلب ضروري من قبل المنظمة العالمية للأرصاد الجوية، ومن قبل منظمة الطيران المدني الدولي للاعتراف بمرافق الأرصاد الجوية، وبما أن معيار إدارة الجودة الدولي المحور الأساسي الذي تقوم عليه المؤسسات المتطورة، سعت إدارة الأرصاد الجوية للحصول على هذه الشهادة منذ عام 2012، واستطاعت الحصول على شهادة الأيزو 1901 على 2008 في عام 2013، وللانتقال منها إلى المواصفات الجديدة أيزو 1901 على 2015 والتي تم التعديل عليها بشكل جذري. عملت الإدارة منذ ذلك الوقت على تطوير الأداء والعمل، وباتت مؤهلة للحصول عليها بفضل الله ثم بجهود زملاء فريق الجودة والزملاء والزميلات في إدارة الأرصاد الجوية. اجتازت إدارة الأرصاد الجوية يوم الثلاثاء 29/12/2020 التدقيق الخارجي الدولي من خلال المدقق العالمي، واستلمنا الشهادة يوم الخميس الماضي بفضل الله 7 يناير 2021. نعم مهندس، السؤال اللي يطرح نفسه يعني بعد هالإنجاز اللي حصلتوا عليه، ما هي المعايير الأساسية اللي تم من خلالها حصول إدارة الأرصاد الجوية على هذه الشهادة؟ نعم، هي 10 معايير أساسية، وتركزت في الإصدار الجديد باختصار على تعزيز مبدأ القيادة وإدارة المخاطر واستمرارية الأعمال، مما يسمح للمؤسسات والإدارات بموائمة توجهاتها الاستراتيجية مع نظام الإدارة المطبق بهدف تحسين الأداء وتحديد المخاطر والفرص التي قد تواجهها داخليا أو خارجيا، ومحاولة تقليل المخاطر أو منعها والاستفادة من الفرص المتاحة لصالح الإدارة وتحسين استغلال الموارد وتحسين التوثيق. كذلك لضمان استمرار الأعمال بنجاح، يجب التأكيد على أن تقوم الإدارة بتلبية احتياجات العملاء بشكل دائم وبفعالية، وهم الجهات المستفيدة من معلومات الطقس والأرصاد الجوية، سواء الإدارات الداخلية في الإدارة العامة للطيران المدني أو شركات الطيران أو المؤسسات والهيئات الحكومية والأهلية والأفراد. مهندس صلاح، يعني هل هذه المرة الأولى اللي يتم الحصول على شهادة الأيزو العالمية؟ كما ذكرت أختي مشاعل، هذه المرة الثانية، كما يعني المرة الأولى كانت في عام 2013 وحصلنا على شهادة الأيزو 1901 على 2008. نعم. وعملنا على تطوير العمل وتحقيق المعايير الجديدة للترقي إلى الشهادة الأخيرة، وهي أيزو 1901 على 2015، واللي قدرنا بفضل الله تحقيقها. نعم، يعني أنا كنت حابة أني أأكد على المعلومة أكثر. نعم. من خلال هذا السؤال. مهندس صلاح، حابة تقول كلمة أخيرة؟ والله أولا أشكركم، أشكر وزارة الإعلام ممثلة في تلفزيون الكويت على هذا الاهتمام وإبراز خبر حصول إدارة الأرصاد على هذه الشهادة. كذلك أشكر معالي رئيس الطيران المدني الشيخ سلمان الحمود الصباح وسعادة المدير العام المهندس يوسف فوزان. نعم. على دعمهم المستمر لإدارة الأرصاد، سواء في عمل لجنة الجودة أو بالسعي لدى الجهات المعنية بالدولة لإقرار الموافقات اللازمة لتنفيذ مشاريع الأرصاد الحيوية الكبيرة القادمة إن شاء الله في القريب العاجل. واسمحوا لي أوجه الشكر والثناء الخاص لزملائي فريق الجودة بإدارة الأرصاد الجوية على جهودهم، وبشكل عام زملائي زميلاتي في إدارة الأرصاد الجوية على عملهم المخلص والدؤوب واللي أتى ثماره بالحصول على هذه الشهادة. يعطيك العافية مهندس، وإحنا أيضا بدورنا نشكركم على هالجهود الجبارة. إذن كل الشكر والتقدير للمهندس صلاح عبد الكريم الأنصاري، مراقب الاتصالات والمعلومات ورئيس لجنة الجودة بإدارة الأرصاد الجوية في الإدارة العامة للطيران المدني، على مشاركتك معنا ببرنامج مساء الخير كويت. راح أروح فاصل صغير نرجع نتواصل معكم.